السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع جمعنا لكم أعنف وأشهر الضربات القاضية التي حدثت في هذه السنة، والتي جعلت الجماهير يمسكون برؤوسهم من هول ما شاهدوا. فاستعدوا لمشاهدة جرعة مخيفة من الضربات القاضية والنهايات الدموية، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أحببتم المقطع. شهدت هذه السنة نزالات عنيفة وأحداثا قتالية مليئة بالإثارة والتشويق، وكان فيها العديد من اللقطات والضربات القاضية والتي ستبقى في أذهان الجماهير للأبد. وقد جمعنا لكم أهمها وأعنفها على الإطلاق، وسنعرضها لكم الآن. إيليا تابوريا ضد جاي هاربرت. وفي هذا النزال تمكن المقاتل الإسباني تابوريا من إنهاء خصمه بلا رحمة، وجعله يسرح في عالم آخر. مايكل تشاندلر ضد توني فيرغسون. وتعتبر هذه الضربة من أعنف الضربات القاضية في تاريخ اليو اف سي، والمرة الأولى التي يسقط فيها فيرغسون بالضربة القاضية في مسيرته كلها. أليكس بيريرا ضد شان ستريكلاند، حيث لم ينتظر البطل البرازيلي طويلا قبل أن يسحق خصمه ستريكلاند بخطافيته اليسارية الشهيرة في الجولة الأولى. تايت ويفازا ضد ديريك لويس. وقد شهد هذا النزال لقاء اثنين من أعنف وحوش الوزن الثقيل، وكما توقع الجميع فلم يستمر النزال طويلا، وانتهى بالضربة القاضية لصالح تايت ويفازا. فيرا ضد دومينيك كروز. قام المقاتل البرازيلي تشيتو فيرا بسحق خصمه الأمريكي الشهير بركلة عالية لرأسه، وثم انقض عليه لينهي ما بدأه على الأرض. جمال هيل ضد جوني ووكر. تلقى المقاتل الأمريكي ووكر ضربة من الجحيم أرسلته لكوكب آخر، وجعلت جسده يتشنج بشكل مرعب. رافائيل فيزيف ضد رافائيل دوس أنجوس. شافكات رحمانوف ضد هاريس. أزمات موركازانوف ضد تافون شوكوي. ريكاردو راموس ضد داني تشافيز. وتعد من أعنف الضربات القاضية في هذه السنة، حيث وجه راموس ضربة التفافية بكوعه لرأس تشافيز أنهت النزال بشكل رائع. كريس غوتيريز ضد فرانكي إدغار. وتعد من أقصى وأقوى الضربات القاضية في عام 2022، حيث قام المقاتل الأمريكي بإنهاء مسيرة البطل السابق إدغار بضربة ركبة طائرة أنهت نزاله الأخير بأفظع طريقة ممكنة. ليون إدواردز ضد كامارو عثمان. وعلى الأرجح فإن الضربة القاضية التي وجهها إدواردز للبطل عثمان هي الضربة الأعنف والأهم في هذه السنة. درو دوبر ضد بوبي جرين. رايان سبان ضد دومينيك ريز. لم ينتظر سبان طويلا قبل أن يصيب خصمه الأمريكي بضربة خطافية من الجحيم أسقطته بلا حراك قبل انتهاء الجولة الأولى. دانييل سانتوس ضد جون كاستانيدا.
حيث قام سانتوس بإنهاء خصمه كاستانيدا بضربة مفاجئة بركبته لرأس كاستانيدا أسقطته أرضا على الفور. ألونسو مانيفيلد ضد ميشا سيركونوف. وأخيرا أليكس بيريرا ضد إسرائيل أديسانيا. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ولا تنسوا إخبارنا بضربتكم القاضية المفضلة من بين هذه الضربات القاضية، ودمتم بأمان الله.